سناء حميد والله لا أكله والله حميد وقف خالتي سناء شو بدك مني خالتي سناء سناء حميد وين وقف يلي طولي بالك شوي سناء مشان الله طولي بالك حميد اللي وين أخذتوه لحسان وين حميد احكي وين ابني أحسن ما فضي المسدس براسك شو عرفي شو عملت بابني يا حميد سناء بس الله يوفقك ما حدا يتدخل والله ما بعرف وينه خلص سناء وقفي عم اقول لك وينه ابني فكر مالي حميد عم اقول لك وينه ابني احكي صدقيني والله انا ما بعرف شيء وينه هي اخر مره رح اسالك يا حميد اللي وينه ابني يا حميد سناء قلت لك ما بعرف شيء والله ما بعرف شيء اسمعني شو بدي فتح لي مخك شوي إذا بتخبر حدا عن محله رح أخذ منك كل شي بتملكه رح أخليك على الحديدة مو بس هيك كمان بجوز إقتلك فهمت؟ ما رح خبر حدا ها؟ بودردا رندا قرقلا حميد ما بدك تحكي وين أخذت ابني؟ شان الله صدقيني حسان وينه؟ صدقيني صدقيني ما بعرف والله العظيم ما بعرف وينه ابني؟ زينب 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 نزل على المسدس معاه قلت لك نزل على المسدس وقفوا وقفوا نزلي قلت لك نزلي أصلك سناء نزلي حميد وقف عمي وقف أوص إذا كنت رجال سناء أوصني بس بالأول قلي شو عملت بابني حسان شو سميتي أنت أصحي معي يا سناء قلت لك ما بعرف بجوز خاف وهرب لحاله هاد ابني حميد أنا بعرفه ابني مو حقير مثل مفكر مستحيل يهرب ويترك مرته المريضة لحالها هون يلا لكان أوصي لشوف مشان الله نزلوا المسدسات ما أوصي لشوف فرجيني إذا فيك تلات رجال أوصي يلا أوصي أوصي ما بتقدري مو هيك روحي روحي شوفي روحي شوفي وين هرب ابنك الجبان عم أقول لك روحي يلا وقفوا بقى بكفي خالتي اهدي شوي مشان يهدي خلاص تعالي معي تعالي أكيد هو ما بيعرف شي عن الدكتور طارق تعالي معي أكيد هو اللي قتله قتل أورما جسته خالتي خلاص خلاص زينب كل شي رح ينحل إن شاء الله بابا شو عمل بحسن بنتي والله ما بعرف شي عنه صدقوني ما بعرف شو أعمل يا ربي شو أعمل شو أعمل